الو، طب لحظه واحده، تليفوني يا عزه. الو الو الو، انا سعد. ثانيه واحده. ايوه يا بيه، انا سعد. في خبر من رويتر عن وصول نبأ فؤاد النهارده مع خطيبها البرنس. ايوه يا بيه، جه على تليفوني. الو دلوقتي. الو، ثانيه واحده. ثانيه واحده ده ايه؟ اتفضلي اتصرفي بسرعه، ما عندناش وقت. الو الو، ما تبلع عليك شويه. يعني ايه؟ مش انت يا بيه؟ مين الحمار اللي بيلعب جنبك؟ يا اخي اتلهي واسكت. نعم انا اتلهي واسكت. يا فندم ما اقصدش حضرتك. اما انت تقصدي مين؟ انت بتكلم مين في التليفون يا انسه؟ مفيش حد يا بيه، انا جاي عندك حاجه. طيب عزيز. صحيح بتحبني يا عزيز؟ بحبك، امال بتعايق؟ انا عشان كسبت صوفيا لورين، بريجيت باردو، نبيلة السيد، رجعت لها صورها. افندم، يسمو الامير. تركيتو فانيارو مانديتشو. اوه سي سينيوري. عزيز، سكرتيرتك دي دمها يلطش. لكن شاطره في شغلها. دي كانت سكرتيره هتلر، وعشان كده خسر الحرب.
أفندم سمو الأمير. أحاديث صحفية صور ممنوعة. كابيتو. كابيتو. علشان العيلة ما تاخدش خبر لحد ما نتجوز يا حياتي. اللي تشوفه يا حبيبي. والله العظيم هم. ودي دي 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 صحيح انجلي. انا اقول لك دي خدتك التقيله صح. فكرت دي رجلين عشر فؤاد وخطبها الامير بدنجان. حتى هو لابس جزمه لميع وهي لابسه جزمه شوشان. هم اخ يا مصر دي بنفسها طبعا بجزمه وكل لميع. ليه ليه؟ لا اشمعنى دي اللي لقيتها؟ ما في صور تانيه كتير. ايديهم اهي ايديهم اهي. حتى الأمارة هي لابسة خاتم سوليتير أصلي عيار 24. أهو يا بيه أنت مصدي واحدة مصدي واحدة يا بيه. كل حاجة من حد إيه الطاقة ده؟ ما هو يا بيه إحنا لو خدنا إيديهم دي عملناهم كده وبعدين أدي رجليهم أهي. أيوه 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 كده أهو. وأدي راسهم. ثانية واحدة يا بيه ثانية كل حاجة ولها حل يا بيه. أهو أهو يا بيه توصل لهم عندك الاثنين بحل أهو هم تقريبا ما عدا وشهم. عايز افهم بس. ما صارتش
صورتهمش كلهم على بعضهم مره واحده ليه؟ حضرتك ليه؟ صورتهم على بعضهم فين؟ اهو يا بيه انت ما بتشوفش ولا ايه؟ ده اتوبيس هم بقى جوه الاتوبيس وانت بره يشيلوني ويرموني ولا صور يشيلوني ويرموني بره اطلع بره احسن لي بيه اطلع بره حتنزل يا جميل بره سيادتك عليك اتنين غور من وشي ولو قلت وشك تاني هقطع رقبتك ايه ده مش معقول بتضحكي تعرف ان لبس البواب ده لايق عليك قوي معلش مسير يبعت لي بالخضار واللحمه للست بالعكس بقى ده بعتني عشان اصور نجوى فؤاد وخطيبها الامير ابو اردان عزيز خان انت صوري دي عيلة ليه بقى على الاقل هصور احسن منك بصراحه واهلي بقى يا استاذ هو انت ناقص رجلي ولا ايه مخك على جنب لا حظي هو اللي على جنب مفيش حاجه اسمها حظ في كفاح في رغبه في النجاح في لو انت صحيح بتحبني وعاوز تتجوزني تبذل المستحيل علشان تثبت لي انك انسان يعتمد عليك بلاش كلام كتب وحياه ابوك تعالى معايا على فين هسيبها عشان نصوره يا بنت الحلال شغلة البواب اريح بكتير عارف لو ما جيتش معايا دلوقتي هيكون اخر يوم بيني وبينك انت بتهدديني بهددك طب خلاص تحت امرك اتفضل فاضي يا اسطى لا والله مش فاضي فاضي يا اسطى اوي 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 ميرسي اوي 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 رايح فين تعال هنا خش مش خاشش يلا الله على فين يا عم حته واحده اخر كلام حتتين يكون في علمك انا اهلي مش ممكن يجوزوني لواحد بواب انا هخليكي تفشخري بيا انتي واهلك واللي جابوكي يا حبيبي يا بواب يا حبيبتي يا مجنونه انا برضه اللي حاسب يا دنيا جرافيه ايه بتعرف تسوق ليه تعال سوق شوي تسوق ايه ما خلاص وصلنا من نفسي تعال يا روح تعال تعال ما تخافيش تعال بقولك ايه يا ايه الحق مش عليك الحق على الست هانم الكاميرا يلا بسرعة حد يغوى بواب سنكوح زي ده ويسيب واد سواق كسيب ماله هدومه اخر الزمن دي 200 جنيه بص على الصورة تاني عشان تحفظ شكله كويس ده الهدف بتاعنا وهتستعمل كاتم الصوت مش كده؟ طبعا لو فلت من ايدك مش هيبقى كويس مفهوم؟ جود لك برونتو سنيوري شيبسي يا ست يا ستي مش عايزه مش جعانه يا عزه حال اللي انت عامله في نفسك ده اعمل ايه الاتنين الشحطه واقفين لي زي صباع اتقصرانين قلت اعمل كده لحد ما الاقي فرصه واصور موميا فؤاد هي وخطيبها اسمها نجوى فؤاد يا اخي يا سلام يا ست مش مهم يعني كده انت بتنسى رمسيس معلش المهم الكاميرا فين وسط الشيبس برافو هايل دلوقتي اول ما هيبتدي سبق هينشغلوا في الخيل اروح مصورهم على طول برافو عليك عظيم هم
أمال لو شفت العظمة اللي الناحية التانية. يا أخي بطل هزار، مفيش وقت. في عيني وانا بنشي ايدي اتهجت والرصاصه طاشت. ايه اللي انت حبيته ده؟ اسف، انا قلت تقتل الممثل مش السيجار. مصوراتي هو السبب. افرض الرصاصه ما جاتش في السيجار وجت في مناخيري، امشي من غير مناخير؟ اختفي. المره الجايه مش هيفلت من ايدي. مفيش مره تانيه، مفيش. غلطتك صحصحت البوليس المصري، وطبعا المصورات دي خدتك صوره وانت بتحاول تقتل الممثل ده، علشان كده لازم نجيب الصوره اللي لقطها الولد ده باي ثمن. اطمن يا كاظم، انا بنفسي هبحث عنه وهجيب لك الصوره. هتجيبيها ازاي يا سونيا؟ هتجننيني؟ هتبقي انت سونيا وانا المجنون؟ انا بنفسي لازم ابحث عن ولد قاتل، ولد بياكل لحمه نيه علشان ينفذ المهمه اللي فشل فيها الحيوان. تفتكر نبعت نجيب مين من امريكا؟ اوكلاهوما ولا ديلينجر؟ لا لا، اظن ديلينجر احسن. فعلا احسن،
دقيقة الناموس على بعد 20 كيلو. ده ما غلطش غير مرة واحدة في حياته. انت يا روحي. لما قتل جاموسة وهي نايمة في حضن جوزها، وكان المفروض يقتل الجاموسة. ولا تختش ولا تبر، امشي بر امشي بر. قول لي ازاي حال خطيبتك العزيزة يا كاظم؟ دايبة فيا دوبان، هتتجنن علي. بس انا تقلان. تقلان؟ قول انت وانتهز الفرصة طبعا. اخس اسحبيها يا سوني، انا عمري ما انسى شغلي، انا بنفس خطتنا يا روحي. يعني ما بتحبهاش يا كاظم؟ احبها. احب مين؟ انا بحب بوليس التأمين على حياتها. بس يا سوني انت عارفاني كويس، انا عمري ما اضعف الا قدام بلاليس التأمين. نجوى فؤاد بالنسبة لي زي اللي سبقوها، مجرد بوليس التأمين. نكتة بايخة قوي. انت بتحبسي دمي؟ لا انا بس بنبهك يا روحي. انت عارفة انا عايز اعمل لك ايه؟ ايه؟ بوليس التأمين على حياتك. ايه؟ يخرب بيتك يا عقش، دي صورة بس اشوف وشك وقفاك. نهارك سعيد يا كرامس. اهلا. ايه الصورة دي يا استاذ؟ ايه الفن ده كله؟ ايديا تتلفف في حرير. انا يا حازم، انا يا حازم تعقبني وشغالي بوابة. لكن معلش لولا معايا شريك كنت هتنزل استقلت واشتغلت في مجلة تايمز. بشربها سكر زيادة. فين دي قوم من كيامتك؟ في يا بيه؟ في ايه؟ دي صورة جابها لي؟ مالها يا بيه؟ مالها؟ انت مفقود. ده انا كنت بعت جحش كان جايب صورة احلى منها. هبقى جحش واصور لك احلى منها. سلم الكاميرا الرمز ابراهيم وما تورينيش خلقتك تاني هنا ابدا. الكاميرا تعيش انت يا بيه. يعني ايه؟ انكسرت؟ قضاء وقدر ربنا افتكرها. مين هقعد في ده؟ ده انا هوديك النيابة، ده على مسح حديد يا مختلف يا مبدل. الله ليه يا بيه؟ دي كسر الناس. لا ده دي وظيفتي. كان دي وظيفتك؟ ايوه. تعالى تعالى استنى. امسك امسك امسك. اكتب اكتب ايه يا بيه؟ اقرار بانك بدلت الكاميرا. وعلى ايه؟ هتفرجوا طبعا الكاميرا على الكازمة القديمة. كانت مالها كام؟ لا حاجة بسيطة 300 جنيه. لا لا ويا فتر فتر. ادي ربع جنيه والباقي اصدر على 85 سنه. انت بره انت بره انت بره. تعال تعال لم الزباله بتاعتك من هنا. مش عارف اي حاجه تفكرني بيك في المجله يا شيء. انا كمان هاخد كل صوري وافلامي وزبالتي. خساره فيكم. هديهم للنيوز ويك. فيها 200 جنيه هي والنيجاتيف. لوني لوني يا اخويا لوني لوني. ايوه وانت اتفضل اتفضل. ادي الصوره وادي النيجاتيف. تعالى بقى تعالى اقول لك حاجه. انا عندي بقى نفسي مجموعه نفسي مصور مصور فنان عبقري ما فيش اخوه. هوريهم لك هيعجبوك قوي. شوف 10 صور 10 بتجيب 2000 جنيه. بس للاسف ما عملتش حساب المره دي. مش مهم اي حاجه معاك. طب جايز يكون حاجه هنا حاجه هنا. ساعات الواحد بينسى برضه. طيب لا دي خليها لك انت بقى. روح عوش وتعالى هتلاقيني شايلهم لك. وقت ما تيجي اكون جايزهم لك. 1000 جنيه مش حاجه. الصوره 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 الصوره. اتفضل هي الصوره دي. مع السلامه. سلامة. مع السلامه. انا مستنيك. ده فنان عبقري ما فيش اخوه. انت هتاخده قبل ما حد يجي تاني ياخده. طبعا انا بعمل عشانك انت مش عشان حد تاني. شكرا. الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. Ha 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 ha.
حقيقي عبقري. طب نصص يا بيه. نصص نصص ايه؟ الميتين جنيه. لا الميتين جنيه دول تمن الكاميرا وانت منفوض كمان. طب ربع جنيه بتاعي. ربع جنيه ده هشتري بيه لب للقرد اللي عندي. لب. هي استني مالك استني ايه؟ ابدا اصلي في صوره اخذها مصوراتي من عندكم امبارح اخذها لي انا بالذات امبارح في السبع. ده تصدقي يعني. ايوه فيها مالها الصور يا استني. انا ارجوك يا حبيبي انا واقف مشكلة صعبة خالص. اصل جوزي صعب جدا جدا ومن عيلة محافظة خالص خالص. قد نشرت الصورة دي ياي 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 هتكون السبب في هدم بيتي وتشريد ولادي. ارجوك يا حضرة انقذني انقذني. انا مستعدة ادفع في الصورة دي اللي انت عايزه. ادفع لك 200 جنيه 500 1000 جنيه حتى يا حضرتك. اعمل معروف اعمل معروف بيتها هتتغرب. ادفع لك حتى وحياتك. استني يا اخ تتغرب. انت يا عم يا اهبل يا بتاع الصوره هات الصوره خد ال 200 جنيه بتوعك. طب خد 300 400 500 1000 حتى. اللي اشتريت منك الصورة. احنا عندنا البضاعة لا ترد. ايه؟ والله؟ اه جبت الفلوس. انت عندك كم صورة؟ عندي 10 بس احنا رفعنا السعر شوية. يا سيدي ما بين الخيرين حساب. بلاش تيجي المجلة. نتقابل في اي حتة. اه وانا هجيب الصور معايا. رزق الهبل على المجانين. مكان منعزل محدش ياخد باله مننا. اسكت. انت مش هتاخد ولا صورة الا اذا دفعت الفلوس. صور ايه؟ انت صدقت؟ تعالى بس نتفاهم. نتفاهم؟ يا نصاب يا حرامي يا منطقي. الحقوني يا نصاب. تعالى. الحقوني. انا عقيد حسن فايد من الانترفول. بوليس الدولي. تأكد بنفسك. اقعد نتفاهم. نتفاهم انا احسن يا فندم. زي ما تحب. الصورة اللي انا اشتريتها دي في عصابة دولية عايزاها. احنا مالنا ومال العصابات؟ ادعي لهم يا راجل وخلصنا. سلام عليكم. استنى بس. العصابة فاهمة ان الصورة دي ممكن توديهم في داهية. علشان كده انا عايزك تكلف عقل يصورهم مرة تانية. يا بيه ده ما يعرفش ينيل حاجة. ما انا مش عايزه ينيل اي حاجة. وجوده في مجال العصابة هيساعدنا. قلت ايه؟ اللي تشوفه يا فندم. ومصاريفه على حسابنا. حيث كده بقى اديني 50 جنيه تحت الحساب. حيث كده بقى هات اللي انت خدته في الصورة. اكيد عايزني عشان اسلم البوليس قصاد الكاميرا اللي بتشتشن. ابدا ده انا هديك علاوة. اصل اديني علقة. طب وعشان خاطري؟ خاطرك على عيني وراسي. بس انا مش ممكن ارجع. انا يا عزه ما ينفعش مصورات. وانا كمان مش ممكن اتجوز واحد فاشل. وانا اعمل ايه؟ الكابتن سعد باشا قال مفيش فايده. وانا في اليوم قال مفيش مستحيل. يعني تصدق خمد نابليون وكتيب سعد باشا؟ يبقى انت ما بتحبنيش. بحبك انت واهلك واللي جابوك واللي شددولك. اثبت لي انك بتحبني. ازاي؟ اجيبك شهاده من 2 موظفين ماهيتهم اكتر من 35 جنيه؟ لا تيجي معايا لحد البيت. وده تشحن فراتي وده دهر الشاويش. هو معقول اكون بحبك توصلك للسجن؟ اثبتيلي انك بتحبيني. ازاي؟ اجيب لك شهاده من 2 موظفين ما هيتهم اكتر من 35 جنيه؟ لا. عقل. لا يا عقل.
آخر. اتفضل يا أستاذ عقل. أهلاً 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 أهلاً. اتفضل اتفضل يا أستاذ عقل. اتفضل يا سعادة بيه. اتفضل يا سعادة بيه. أنت أنا بقول لك أنت. أنت سعادة بيه. أهلاً وسهلاً. اتفضل. اتفضل اهلا اهلا يا حبيبي اهلا اهلا اتفضل اهلا 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 أنا آسف قوي يا أستاذ عقل، يعني إذا كان صدر مني حاجة ولا كده يعني، ولا غلطت في حاجة سامحني، ما تأخذنيش. أنا والله يا فندم اللي آسف عشان الكاميرا تشدشت. كاميرا؟ كاميرا إيه؟ في داك ألف كاميرا. أدي كاميرا جديدة هي أستاذ على أحدث طراز، تصور وديك سايبة. وأنا سايب إيديا؟ آه. إيه الحكاية بالظبط؟ معرفش. عايز تعرف إيه هي الحكاية بالظبط؟ على بلاطة، عايزك تصور نجوى فؤاد وعزيز خان. بس سيادتك متأكد؟ بس سلم. هم المصورين خلصوا من البلد. لا، هو اي حد يصور. انا عاوز ايديك انت اللي تتلفف عليه، هي اللي تصوره. يعني اعتذر لما جالك نيوز ويك. طبعا اعتذر لها، حازم بيه اولى بيك وبمواهبك. بس دول كانوا وعدوني انهم يجيبوا لي عربية. ومالو اجيب لك عربية؟ بس كانوا وعدوني يجيبوا لي شقه مفروشه من بكره، هسلمك مفاتيح شقه فرشاه. الله، هو ايه الحكايه بالظبط؟ مش عارف. يعني انت متاكد يا واد يا حازم؟ واد انت متاكد انك عايزني اصور الراقصه ثروة مراد والامير بدنجان؟ نجوى فؤاد وعزيز خان. ايوه هم دول. بس طيب احب تبقى تروح هنا في البيت باستمرار عشان تشوف موضوع اللحمه والخضار. كده عيني عقلي كده. اوعى كده يا اخي، هذه الكاميرا. يلا تعالى اتفضل. احنا اسفين قوي يا حاجة كبير. يعني عيب، هو مش عارفني ولا ايه؟ ريلاكس، هيز اور بوس. يس سيت داون، يعني اقعد. اتفضل. هلو باي، جبت بكشيش؟ هاي نوتي باي. انا معجب بيك جدا، فيري معجب، وكل اللي عاوزه منك انك تخلصنا من ولد مصوراتي عفريت واخد لي صوره توديني في داهيه. ايه رايك؟ ايه ده؟ هو ما بينطقش ليه؟ بيدوروه منين؟ لو كتالوج ده ولا جاي كده؟ المهم يا ديلينجر، اسف يا ولد يا ديلينجر، حوري لك صورة مرسومة للولد المصوراتي رسمها سام من الذاكرة علشان تحفظ شكله كويس. الصورة يا سام. هو ده، تقدر تلقطه؟ ايوه شوف. الايب
ده بتنجن احسن مني. بس مش احسن مني قوي. لا قوي. مفاتيح الشقة والعربية. هنا مغري. تخش المطبخ تملينا كوبايتين شاي. يا حبيبي يا عبيد. يا روح قلبي يا ابله. حازم بيه زي الخاتم في صباعك. معرفش. ما
اني مش باين فيها حاجه. افرض افرضي ان دي الصوره. لو بصيتي للصوره من ناحيه دي هتلاقي الخطوط الانبعاجيه بتشكل مع الحلاوه الطحنيه فونكيش سريال. بس برضه مش فاهمه. وحياتك ولانا. عزيز كاظم سبيكينج. مبروك يا كاظم. المخابرات تعيش انت. ايوه ميسي سمون مستنيك النهارده عشان تعمل لها بوليسه التامين. اوكي يا روحي. الله يرحمه كان مصورات رجل. باي باي. الو ايه في ايه؟ ما حصلش فعلا. سلينجا راجع ميدال دي لهو. معلش معلش يا كاظم ولا يهمك. لازم نخلص عليه. فعرضكوا خلصوني من الولد ده. عزيز. مالك يا حبيبي؟ قلقان ليه؟ أنا مش قلقان يا روحي، أنا بس مضطرب شوية، قصدي مستعجل شوية. مندوب شركة التأمين منتظرنا بقاله شهرين، قصدي ساعتين. أنا ما يهمنيش تأمين، أنا يهمني تكون سعيد. بس دي بوليس التأمين بربع مليون جنيه. هدية جوازنا يا قط. يا حبيبي كمان. بس عايزك تضحك وتفرفش وتنبسط. طبعا طبعا يا روحي. لكن ده بعد عمر طويل اللي هيستفيد بالتأمين ابننا كاظم. كاظم؟ ايوه يا روحي. أنا قررت أسميه كاظم على اسم جده الحرامي البرنس. أنا ما عنديش مانع. اللي تشوف اللي تشوف.
طب يلا يا حبيبتي بقى نروح نجلس هدومنا. يلا. السلام عليكم يا بهوات. لا مؤاخذه في الازعاج، انا اصلي بدور على بنت الفنانه بلوى فؤاد اللي هتجوز الامير علي بدرخان. قصدك نجوى فؤاد وعزيز خان؟ ايوه هم دول. وسيادتك عايزهم ليه؟ انا اصلي بصراحه مصور صحفي، لكن ايه عقر ومراقبهم من اول ما جم بالطياره ومش هتقهم. اهو ده بيت نجوى فؤاد. شاري اللعبة دي بكام يا اسماكيل؟ ابن حضرتك ده؟ ياخدي ياخدي. مساء الخير. تعالى يا مان. ويا عزة. يلا خد صورهم. يلا. اوعى ما تصورهمش. يعني ده سلوى فؤاد. يا خبر ابيض. نجوى نجوى خشي تعالي بسرعه. يلا زوقي. ايه اللي حصل ده؟ اهلي بعتوا عشان يقتلوني. ايه ده؟ يا حول الله يا ربي. ادي اللي بناخده من البلديه. في حاجه عظيمه. تحفة عالمية رائعة بصراحة. سيادتك منافق. اي حمار يشوف صورة زي دي لازم يقول عليها زي ست. لا انما حلو على بالي انا شخصيا جميلة. سيادتك شايف كده؟ انا مش شايف حاجة ابدا بالمرة انما حلو على بالي انت. بس المهم كانك وراهم على طول. ها اخر فرصة ليا وان شاء الله ان شاء الله هجيبك احلى صورة للراقصة سلوى مغاث. لا ما تقولش اساميهم. المهم انك تصور صورة اضحك صورة احلى صورة. المهم انك تروح لهم على طول. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يعني ربنا يخلص منك ويخلص منك ساعة ده عطولية ساعة مغربية. وانت ايه؟ ها؟ تولع. قصة عليك. ده انا بهزر معاك. انت زعلت؟ اهو. خلاص ما فيهاش حاجة. المرة دي نفذ من ايدك. المرة الجاية هينفذ من ايدك برضو. مسدس مخروب. ده انت سفاح يا راجل. يا جدع اول حاجة هموت. انا هتجنن. المصورات ده بقى واخد لي صور تودي في داهية. ده صورني من كل حتة. مرة كده ومرة كده ومرة كده. تعرضوا ايه ده؟ ها؟ يكونش ناوي يهددني بيهم ويطلب فلوس؟ ده لحوح قوي. ابوس ايدك. احياة ابوك تخلصني منه يا فشنجر. شخنجر. لا انا عايز اعرف منك حاجه في الاول. ايه اللي خلى حازم بيه مصر على انك تصور نجوى فؤاد وعزيز خان؟ حاجه من الاثنين. يا اما الراجل ده اتجنن يا اما اتلحس. اتلحس؟ يا ملحوسه. فشلت المرة دي يا كلب. حتة واد مصوراتي في نكلة. مش عايز تقتله؟ منور يا كلب.
عشان خاطر عيوني الامن ما كنتش استحملت الغبي ده دقيقه واحده. ده كل شويه يجيب لي صوره اغبى من الثانيه ومضطر اقول له برافو. انت حاضر ارفضه اخنقه. هانت يا حازم بيه، العصابه اللي احنا وراها سخنت العمليه، وانا ضعفت الرقابه على الاستاذ عقل لانهم ابتدوا يستعملوا الرشاشات والقنابل في محاوله قتله. رشاشات وقنابل عشان نموت ده؟ عصابه ايه الهايفه دي؟ انا هشرح لك الموضوع علشان تعرف انها عصابه مش هايفه ولا حاجه. اتفضل. بس دي مش للنشر. عيب، هو انا برضه بتاع الكلام ده؟ دي صوره عزيز خان، او بمعنى اصح الشخص اللي بينتحل شخصيه عزيز خان الحقيقي. ودي بقى صورة عزيز خان الحقيقي، نزيل المصحة العقلية في سويسرا. ده مفيش فرق كبير بينهم. ولذلك من السهل تضليل أي حد يعرف شخصية عزيز خان الحقيقي. طب عزيز خان المزيف يطلع مين؟ نصاب عالمي اسمه كاظم، إنما شغلته الحقيقية وكيل فنانين في باريس، ولو سوابق في الجواز من فنانات والتأمين على حياتهم، وكلهم ماتوا في ظروف مشتبه فيها. يعني نجوى فؤاد معرضة للقتل. ربنا يستر ونقبض على العصابة كلها في الوقت المناسب قبل ما يأذوا عقل. يأذي عقل؟ ايوه جايب يأذي احسن. هيمشوا هيمشوا. يلا قولي عقل، هي الفرامل اللي على اليمين ولا على الشمال؟ يا حسن اطلعي وانا هفهمك وربنا يستر. انا طلعت بالعربية خلاص. وحرني الخبر في نفوخي. يلا بقى يا عقل اتصور. خد بالك، خد يمينك كده ليه؟ أشوف. استنى مكانك يا اصحابك. هو انت يا راجل انت كل مره عليك قدامي صدفة يا معلش. قول اه يا رجلي. ايوه قول اه يا رجلي. اه يا رجلي مش كده بصوت عالي. بصوت يا رجلي توسع. اه يا رجلي بيقول اه يا رجلي. حد يصدق اسعاف. اه يا رجلي. يلا سوا بلاش لا ثواني. يا جماعه الرخصه هنا. يا ضابط ده الهانم مغمى عليه. فين الذوق؟ نعم قصدي فين الرخصه؟ ايوه اتفضلوا معانا. على فين؟ على اريزونا. ايوه دكتور افندم. خنس. خنس ايه ده؟ تعالي يا روح امشي ولد امشي. خنس يا جمال شفايفك. شوفي الكرمان له شلاطيم. خد يعني بسيطه. وماله؟ حاضر مع السلامة. ما تقلقيش يا روحي، بيقولوا ان اصابات المجني عليه بسيطة جدا، مجرد كسر في الرجلين وارتجاج في المخ وشرخ في العمود الفقري. انا ما صدمتوش، هو اللي وقع قدام العربية. طبعا كل الناس شافها الحادثة، لكن كل الشهود قالت ان عربية سيادتك هي اللي كانت مسرعة، وان خطأ البيه اللي كان مع سيادتك. مين؟ انا؟ ايوه، لان حضرتك اللي كنت سايق العربية. انا اللي كنت سايق العربية مش هو. هي اللي كانت سايقة العربية مش انت. قصدي مش انا. على كل حال اتفضل حضرتك عشان ياخدوا بصماتك. بصماتي؟ مجرد اجراءات. خد عسكري. حاضر يا فندم. ايه ده؟ شيل ايدك. انا البرنس عزيز خان. انا لا يمكن ادي بصماتي لحد.
إذا سمحت أطلب لي السفارة وهيئة الأمم المتحدة وفالدهايم. يا بيه يا بصماتك هتروح فين؟ هناخدها ورجع حالك. خد عسكري كده وراي. اهدى شوية ما تبقى. ألو أنا واحد ما عملت حاجة. أيوه حد أنت مظلوم ده كلام ده. اسكت أنا أنت شوية. خش. أيوه فندم. خدتوا بصماته؟ كويس. ها؟ ابقى ابعتها لي علشان نضحيها على البصمات اللي جات لنا من مباحث باريس. باريس؟ لا اطلقوا صراحة. وخدوا تعهد على المدعو عزيز خان ما يخرجش من البلد قبل عرض القضية. اسمه جنكيز خان. يا ماما اتأخرت ليه يا حسين؟ يا ستي اللي خدنا طلع ضابط مباحث وكان مصمم يعمل معها في الحدث. قولي يا عم مفيش داعي جت سليمة. مفيش فايدة. لازم استنى لحد ما ياخدوا بصمات الأمير عزيز خان. أيوه هو ده عزيز خان. عزيز عزيز خان. عزيز خان. لكن ليه بقى كانوا عايزين ياخدوا بصمات الأمير؟ معرفش. لكن لو فكرنا في الموضوع بذكاء لبنتك حاجة. ايه يا انت؟ البوليس عايز يحتفظ برسامات الامير عزيز اللبان في الاوتوغراف بتاعهم من باب الفشخرة. طيب انا اتاخذ بصماتي زي النشالين بسبب الواد المصورات التلقيحة ده. والله اتهزأت على اخر الزمن يا كوزم. لازم نخلص من الولد ده باسرع ما يمكن. انا هتجنب وانا معي عيال. عارف ليه مش عايز اضربك؟ عشان كده انا مش عايز اضربك. تفضلي. لا يا اخويا انا كل ما بقى معاك حاجه تفرق. وكمان الزملاء ابتدوا يتكلموا عليه. ما يتكلموا. انت خطيبتي انا هتبقي عروستي. خليهم هما اللي يفرقعوا المرات. وبعدين معاك انا خربت حاجه. ايه؟ نتغدى سوا في الهرم. فكره هايله. هاتي 5 جنيه سلف. فكره شاذه. تفضلي. يظهر انها قتلت على بتاع الطعمية. انا ما اعرفش ايه العلاقة اللي بينك وبين الفرقعة. مش عارفة. لكن ولا يهمك هنعمل اوضة طب. ممكن لغاية الهرم يا بيه؟ خش. ده تقول نقعد ورا يظهر اخر. خشي خشي الدنيا لسه فيها خير. يلا. بس يا ابي روح
وفيها خبر من شت كبير بموتك انت وهي بحادثه عربيه تطلعني كذاب قدام القراء. اسفين يا بيه، احنا نجينا نموت غضب عننا والله. واحد شهر المره الجايه باذن الله. سامحنا اخر مره يا بيه مش هنعملها تاني ابدا. وفين الصوره والريبورتاج اللي كلفتكم تعملوهم لنجا فؤاد والامير عزيز خان؟ بكره يعتبرهم يعتبر قتيل ان شاء الله. انت اللي هتتصور قتيل يا قادر يا كريم. مصوراتي ده مش سهل زي ما كنت فاهم. ده تعلم، ده عصابه، ده عكفوني. والعمل يا كاظم؟ انا لازم اقضي عليه، هدبر له مذبحه زي مذبحه القلعه. سونيا اعزمي الولد على العشاء. فين؟ في الفيلا اللي في دحشور. الله، ما انت ما رضيتش تاجرها وقلت ايجارها غالي. هدفعه. لازم انتهم الولد ده باي ثمن. برافو يا لوزة، برافو. المرة دي مش عايزينه يفلت. خلاص. هو مين؟ انا بقول نرميه في النيل عشان ممكن النقطة دي تتكشف. هو مين؟ على ما تنكشف نكون احنا برا. بكرة بالليل الجواز. نجوى تحصلوا هوب على الطيارة. مفيش فصال. يلا. بشويش. نجوى خرب كل حاجة. نجوى فؤاد جت. نجوى فؤاد امبوزيبل. ايه اللي غابة دلوقتي؟ وهي تعرف عنوان الفيلا منين يا عزيز؟ مش عارف. والعمل دلوقتي؟ ناجل الموضوع. مش ممكن، لكن هو جه. السلام عليكم. اهلا اهلا استاذ عادل. اهلا استاذ. اتفضل. قول لي. نعم. جبت الكاميرا؟ عمال. اصل اهلا اهلا بالمصور العبقري. امال فين نجمتك الكبيره؟ انا في الكلام ده بالتليفون علشان دي. هو انت؟ عشان نصوركم مع بعض. ظريف. الله يصرفك. طب اتفضل عشان تريح. الله يريحك. اكزلنت. فرصه نخلص منهم هما الاثنين قبل ما تتجوزها. مش ممكن، التأمين يضيع. طب والعمل ايه؟ نقتله من غير ما هي تحس خالص. بصوا احلى. مش معقول. مايكي لانسيلو. اهلا يا روح. ايه الفرصه العظيمه دي؟ اصل مصوراتي بتاع المجله كلمني وقال لي انك عازمه على العشاء هنا. اتفضلي يا حياتي. اتفضلي يا استاذ. لا 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 لا، مش وقته. بعد العشاء يا استاذ. نتعشى الاول. تحت امركم. اتفضل. مرسي. يظهر في عجلة فرقعت في الشارع. بتحصل كتير. بس على الله ما تكونش حصلت في كاوتش عربيتي. حضرتك قسيت كتير علشان تاخد لي صورة مع عزيز. انا اصلا ما بصمم على حاجة.
بقى رجل. مع انك لو طلبت مني ما كنتش منعت. اللي ما يعرفك يجهلك يا بيه. ايه ده؟ كرة شراب مع فاكهة؟ ده جوز هند. جوز هند؟ ادوها دي واحدة بجنيه ونص. دي لازم تنكسر. في بلطة عندك ورا الباب على طول. سامعني؟ طبعا سامعك. دي ما ينفعش معاها غير البلطة. ايوه كده. هو بيب. هي فين؟ مرسي او او. الخدمة عندكم ممتازة. انا لسه داخل بجوز الهند من الباب. خابت البلطة. انت يا مجنون ده. ايه معلش عزيز غصب عنه اجيب لك فوطة حالا يا حبيبي. ميلاد فوقي. الفوطة فين يا عزيز؟ فوطة فوطة مفيش فوطة هنا يا عالم. كده تمام؟ مع اول صورة هتنفجر. انا يا فندم والله في غاية الكسوف. انا اللي في ايه يا فندم؟ في ايه؟ صورة بالمناسبة السعيدة دي. وانا بقول ايه اللي تعبني؟ فين الكاميرا بتاعتي؟ الكاميرا اهي. اصلها كانت وقت من حضرتك. انا مهلك. انا مهلك. بس ياو. ابتسامة صغيرة لو سمحت. لا 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 لا. انا بعد اللي حصل ده مش عايز حد يصورني. انا اتشائمت. اتفضل نحدد معاك بعدين. مساء الخير. عزة. لما اخذ خطب. ها خدت الصورة؟ لسه. طب اسمع. صوروا معي. حازم دي عايزك تصوروا معي. ابتسم. لا لا احنا يظهر هنأجل حاجات. ايه ده؟ ابتسم. روعي. الله. هصورك لوحدك. ابتسم. لا معلش يا ابويا قال لي ما تصورش مع حد غريب. صديق غريب؟ ما زي شكلك تموت يا سيدي فني. ده انا صورتي ما خورش الميه. ايوه انت ما تخرش لكن انا اللي هخر. ما تخافش انا هعمل بلاعه تحت الكاميرا. انا ما اتهنى. تعال 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 تعال. لا لا ما اقدرش لازم اتحمل الاول. الكاميرا دي في حمام. طب هشوف لي ليه؟ ممكن اصورك لوحدي كده مدام؟ بروفيل من فضلك. ايوه لا 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 مش ممكن مش ممكن. بعد جواز بعد جواز. وي بعد جواز بعد جواز. صور لله العالم من نفسي. صور فرام. لا 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 عصلي افتكرت مشوار مهم مهم قوي. يا سيدي واحدة بقى تعالي تعالي. مش وقته مش وقته. انا وقت عشان اخد الفوق. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. لا 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 لا. هم مش عايزين يصوروا ليه؟ يكونوش دول مجرمين وخايفين صورهم تتنشر في الجرايد؟ يا شيخ حرام عليكي. ناس محترمين زي دول تقولي عليهم مجرمين؟ ده كلام. الله دول نزلوا العربيه ومشي. يعني بقينا لوحدينا. ايه ده؟ دي فرقعه شفايفي. لا ما هو القضيه استوت قوي. مفروض يحاول قتل نجوى فؤاد علشان يقبض مبلغ التأمين من الشركة في باريس. لكن امتى؟ هو ده السؤال. مستني ايه يا حسن؟ انا عامل مراقبة كبيرة قوي عليهم. فضل ادي الكاميرا الجديدة اهي اللي هنروح تصور بيها الصورة اللي هنكيب بيها كل الجرايد والمجلات. والا عارف عارف والا قفلت. لا ما عنديش حاجة اسمها اتقفل والا هتتقتل. طب يلا بس يلا بينا. يلا فين اللي هتجيبي اجل؟ على حد يتجوز نجوى عزيز وفؤاد خان. لا اسمها نجوى عزيز وترماي خان. لا اسمها نجوى عزيز. لا 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 خلصي منك لوحدك. بس وبضب نفسي وحاجي اخد روحك يا حياتي. قصدي هاخدك يا روحي. باي باي. ترجمة
ساعديني في اللبس. حاضر. ايه ده انت حامل؟ في الشهر السابع يا دنايا. وازاي سيبوك تشتغلي وانت حامل؟ مش ممكن. فين مدير الاوتيل عشان افهمه؟ لا 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 ارجوك يا مدام. اصل الدكتور قال لي لازم نحرك العيل. اصل الولد بيتحرك هنا جوه في بطني. طب اسمعي، اذا كنت تعبانه روحي ارتاحي وانا اتصرف. يا خبر، ودي معقوله؟ دي فرصه. نعم فرصه نلبس النجمه العظيمه شروه فؤاد. نجوى فؤاد ترنت التاني. ايوه هي دي هي دي. في ايه يا روحي؟ لا لازم متهيألي. متهيألك ايه يا حلوه؟ ولا حاجه، اصلي من يوم الحادثه وانا بشوف وش الجدع المصوراتي ده في كل حته. اكيد تهيؤات. في حاجه يا روحي؟ ناوليني الجزمه على راسي. حاضر. يلا مال. الله نعمة أوي. لبستي يا حياتي؟ اغسي يا عديس. ما يصحش العريس يشوف عروسه قبل ما تخلص لبس. ده فيلم مش كويس. انتي بتصدقي الخرافات يا حياتي. انت وشريف. الورد ده هدية من الاوتيل يا ست هانم. ميرسي، خلي الورد بره. نزله فوق. حاضر يا فندم. يلا يا حياتي. يلا حبيبي. Thank you.
عشان كده جاني واسترف الكاميرا بتاعتي. بتقول ايه؟ جاني النهارده وبس ايدي عشان اسلفه الكاميرا عشان ياخد صوره لعزيز خان ونجوى فؤاد. فين؟ معرفش، بس قال لي يا اصورهم يا اصور قتيل. انا عرفت هو راح فين. هو استاذ حازم.
كده. خشي له انتي وانا واقف هنا حصان العربية. Thank you.
نشرب سجاير. سوبر اكسلنت. ولا علي هو مين اللي غلب، الاهلي ولا الزمالك؟ الاثنين خدوا الكاس وانا خدت الدوري. شفت فيلم قصر النيل؟ انا ما اعرفش فين قصر النيل. فلس النيل. سيادتك حريف في السجاره دي كتير. مالي اصلي عايز اقتلك. ايه؟ ما انا كمان. ايه ده؟ اوكي اتفضل يلا. الفيلم اللي انت صورته اهو، هذا الصور اهي وقعتها كلها. المجرمين يا
فرحان قوي. المره الوحيده اللي تنجح فيها تديهم الكاميرا. كله بقى يرفع ايديه. ولا كلمة. ولا كلمة. ليه كده؟ ليه كده يا عزيز؟ ليه كده ايه؟ يعني لو كنت موتي ما كنتش تهزقت بالشكل ده. فضلوا. السجن قريب؟ فضل. سوري. انا جاي معاكم. ما فيش داعي اتكعب للجاكيت. ها؟ ايوه كده. سعاده البيه قول له يشيل ايده. انا البرنس عزيز خان. سيادتك ما عندكش الدليل عشان تقبض عليا. معايا. انا معايا دليل. ايوه جاي. عظيم يا عقل. ادي الدليل يا كاظم. كاظم وعرفت اسم الحقيقي كمان. كله منك انت. كله منك انت يا غراب البين. خدوها نفسي ما تركبوا عربيتي احسن. صور هايله. انا كنت متاكد انك مصور عظيم يا عقل. برافو. الله يبروك. تعالي اتفرجي عشان تتفشخري بيا قدام اهلك.